النهاردة هنقفل معانا المحابس بتاع القعدة الفرنجي زي ما احنا شايفين. قفلت المحبس بتاع الكومبينيشن، هنقفل محبس الشطار تمام اهو. هتقفله بنز عادي زي كده. أهم حاجة إن أنت تبعد عن السن بس عشان ممكن يتجرح والشطاف مركبش عليه. هنجيبه تحت كده بس كده. معانا جهاز محبس الشفاف، النزل بتاع القعدة جابوا جلد حاجة كويسة عشان طبعا ده عليه شغل عملي. أعتبر هو ده الأساس اللي عليه الشغل كله. طبعا في محبس اللي هو التلاتة في واحد كامل اللي هو بيركب في القعدة نفسها، بس طبعا كل واحد على حسب ظروفه. كده احنا ركبنا ثلاث محابس، وطبعا عدلنا القاعدة زي ما احنا شايفين. عدلنا القاعدة اهي، بتحط القاعدة تركب المنيجة وبتعلم. ممكن تعلم بقلم الخرم بتاع القاعدة، وممكن بقلم ألوان زي ما احنا شايفين كده. أنا دقيت بمسمار اهو وعلمت برضه بالقاعدة. دلوقتي بقى هنخرم اسفين عشان الصوت المزعج ده، بس عشان اوريكم الشغل على الطبيعة. هنمسح كده حتة قماشة نشيل الترابة دي. هنخش القعدة زي ما احنا شايفين كده. مش هوسع الخرم جامد عشان طبعا المسمار مخروم يعني. تعمل علامة كده بس العلامة اتمسح، ده طبعا ده المسافة.
الوان الابيض ده اهم حاجه، تاكد تحطه الاول كده عشان انت بتربط المسمار الصامولة ما تكسرش، لان طبعا القعده الصينية دي عامل زي البسكوت. قفل طبعا قبل ما تجمع المسمارين دول، هتأكد طبعا القعدة مخدمة كويس. ده خط من تحت كده عشان القعدة تثبت صح، القعدة تثبت تاني. كده هنقفل المسمارين دول، وهنديها طبعا شوية سمنت من هنا على خفيف كده عشان الفاصل ده زي ما احنا شايفين، وهطول حبة على ما نيجي هنا. وكده ايه ناخد البوصلة بتاعتها من الصلاة، بس البوصلة بتاع الكمبيوتر نعرض على شوية كده بالبنزين.